يقول اديت العمرة وبعد ان صليت خلف المقام لم استلم الحجر، بعد ذلك توجهت الى المسعى، هل علي شيء؟ لا، ليس هذا بلازم انك تستلم الحجر بعد ركعتي الطواف وقبل السعي، هذا ان تيسر فهو سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اما اذا لم يتيسر او انت نسيت او ما فعلته ليس عليك شيء. نعم.